قبيل ختام موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بنسخته السابعة لعام 2024، تنظم اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بطولة صيد الأسماك الحداق، واللي شارك فيها عدد 180 قارب بما يعادل 500 مشارك من فئات عمرية مختلفة. اليوم بطولة سمو الشيخ ناصر الحداق، وهاي موسم احنا كل سنة نسوي، وهاي المسابقة عندنا فئات من السماك اللي احنا مخصصينها حق الحداق، اللي هي الشعري واللي عندنا الهامور والشنعد والسكن، وكل سمكة عليها ثلاث جوائز، الأول والثاني والثالث حسب وزنها، وما يقل عن قياس، احنا حطينا قياس حسب قانون الثروة السمكية يكون طبعا 15 سنتي وأقل وأكثر. زين، ونتوقع ان شاء الله اليوم جماعه يبون الاسماك بسمع موسم الشنعد، بيكون موسم الشنعد اكثر شيء بيكون من الشنعد ان شاء الله. اليوم عندنا المسموح لنا الاعتيادي اللي هو الحداق، الخيط والسناره واللفاح، وبعضهم جماعه يستعملون الكاستنج، هاي المسموح عندنا. الاشياء الثانيه القرقور ممنوع، الخيايا ممنوعه، الاشباك ممنوعه، الغوص ممنوع. هو الحداق الاعتيادي موجود عندنا عباره اللي مرسوله. الاجراءات الامن والسلامه في البطوله لازم تشيك القارب يكون فيها سترات بعدد الركاب، طفايه الحريق، صندوق الاسعافات الاوليه، وجود مرساه تتناسب مع حجم القارب، جهاز الجي بي اس، جهاز التتبع المقرر من اداره حفر السواحل، وطوق النجاة. الاجراءات الامن السلامه اللي اتخذناها المفروض يكون شخصين على القارب اقل شيء، لا سمح الله اذا صار شيء حق اي احد منهم يكون في احد يغطي على الثاني، واكثريه يكونون 5 اشخاص على حسب القارب حجم القارب. والله احنا مستهدفين ان شاء الله الشنعد، وان شاء الله فولنا التوفيق. حاليا شفنا عندكم صيد شنعد كم كيلو؟ تقريبا فيه 3 وشوي كيلو، هذه بدايه الصيد الحمد لله. يعني انتم مشاركين في السنوات الماضيه، خبرونا عن مشاركتكم. والله الحمد لله توفقنا في سنه واحده، طلعت الاول 15 كيلو بوينت 6 تقريبا، وان شاء الله السنه اللي الله كاتبه بنحصله. شلون طريقه صيد الشنعد؟ طريقة صيد الشنعد طبعا تكون فيه الطارحة اللي هي بالحدوق، وفيه اللي هي الميرور على سرعة، يعني عقدة عقدة ونص عقدتين فيها، وفيها يعني باللفوح اللي هو بالبورد، وفيه بالكيبل، وكل واحد وطريقته. وإن شاء الله بتستخدمون سمك حر، سمك حي، ولا حق الصيد، ولا البلاستيك، ولا شنو؟ دائما راعي الشنعد يكون عنده الحي، وعنده يكون اللي هو السمك اللي هو حتى ميت والبلاستيك. بتباتون الليلة ولا راجعين؟ شنو بتشرح لنا بالضبط الأجواء؟ بإذن الله احنا داشين على مبيت، لكن إذا توفقنا بنرجع. طب دامكم بتباتون أكيد في تجهيزات تجهزونها قبل بيوم، فقلنا شنو التجهيزات؟ شنو الطبخ اللي تجهزونه؟ بتطبخون هني في القارب؟ شو السالفة؟ بنطبخ في الطراد، وكان جدرنا موجود، المرق موجود، بس اللهم نشغل عليه ونحط العيش وأغراضنا كلها، يعني داشين على مبيت. Thank you.
وصيد الهامور نصاد كذا طريقة يعني. الطريقة الأولى اللي هو لفاح حداق، عندنا الطريقتين اللي احنا نعتمدها في المسابقة. في بعض البحارة يقول لك صيد مالخية أو صيد مال غفافي، هاي مستبعدين من المسابقة. فاحنا عندنا اللي هو الطعم الاصطناعي، وعندنا الطعم الحي الفريش يعني سمكة حية والله خثاق والله كذي يعني، هاي الفريش والاصطناعي. الشعر يعني عندنا الخثاق، عندنا السلس، عندنا اليواف بعد الصيد الشعري فيه حداق طرحة والله إيه لفا حدا يا طرحة والله سمار يعني. وعندنا الموسم الحين اللي نقول 18-19 الحين الخباطة توا صغيرة بكيلو وكيلو ونص كيلو وربع، نادرا ما تصير فيها كيلو وين ونص كيلو وين، وينا شوي وياه الكبار ابو 8-10 كيلو بس قليل الكبار. وعندنا الخباط هي الثمرة الجديدة مالت السنة يعني، توها قاعدة تكبر وتو حتى فاتحين الغزل بعد 15. فطريقة صيدها اللي هو حاليا بالقفاش، البوردات والقفاش اللي على الخباطة، والجماعة يستخدمون حق الشن على العودة الميرور السمك الحي طارحة مثلا أو على القير يمشي فيصيد اللي هو حق الشن على العودة. هو الحمد لله لحد الآن ما عدنا أي مخالفة يعني، ما عدنا الحمد لله أي حالة من المخالفين، والحمد لله إن شاء الله نتمنى الموسم ينقضي على خير وما تكون في أي حالة يعني. بس في شواهد وايد يعني، مثلا السمكة التي تجيك من السوق تبان من عينها، من شدة لحمها، من لزوجتها، من نغنوغ مالها، هذه عوامل. عوامل ثانية عندنا اللي هي مرض قرقور، له آثار الحديد، الصدى مال القرقور يبان بالأخص إذا قال في السمكة في القرقور ممدية 3-4 أيام يبان فيها آثار الحديد. ودائما السمك بعد إذا انحبس في القرقور يوم ويومين وثلاثة يحاول يطلع، فصار يضرب في وجهه شفايفه وخياشيب قدامه هني يبان الضربات والحمار يعني. وفي الليل إذا قعد يقعد على بطنه ويبان الحديد في بطنه يعني مثل الحز وهذا، فيبان وبالأخص الزعانف تتفرض يعني تقول ما تكون نظيفة، ما تكون طبيعية مثل ما تكون سمكة الحرة، لا مضروبة يعني. هو الأحوال الجوية عندنا كلش ممتازة، بس كون شوي الجو للحين تو قاعد يفتر في البرودة، فلا زال شوي بلن بعد لو عنده يبي 15 يوم 20 يوم نقدر نقول لدخول 11 بيكون الموسم بالأخص الشعري بيكون أحسن. لحد الآن هي الخباطة، الهامور يعني زين الصيد مو زين، الشعري لك عليه بعد يبي له برودة لأن الشعري سمكة الشتاء، فيبي لها شوي الجو أبرد عشان تأخذ بالخيط وتكون منتشرة على الأقل في جميع البحور تقريباً.